السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنترولرز راح ياخذ معنا شوية وقت، لهذا نحتاج من عندكم صبر. اجي على موضوع الكنترولر، هذا هو الفولدر الخاص بالكنترولر. احتاج هنا اعمل رايت كليك، انا هنا راح اعمل فولدر خاص. طبعا ممكن تعمل كنترولر فايل، لكن راح اعمل فولدر خاص. هذا الفولدر اللي موجود فيه الاي بي اي، لان انا اشرت انه راح اعمل اي بي اي خاص لموضوع البوك، فلهذا راح اعمل فولدر خاص في داخل الكنترولر اسمه اي بي اي. في داخلها راح اعمل نوعين من الكنترولر، تمام. الكنترولر الاول اللي هو بيزد كنترولر، اللي هو راح ياخذ لنا على شكل جيسون ويدير كل الامور من اليوزر على شكل جيسون، لان احنا لا يوجد لدينا فيو موجود في التطبيق، وانما الفيو راح يكون بعيد عن سيرفرنا. فهنا انا راح اجي اقول له اعمل لي فايل هذا اسمه بيز كنترولر، تمام، دوت بي اتش بي بيز كنترولر. اوكي، في البيز كنترولر ما هي الاشياء اللي احتاجها؟ انا ممكن اخذ نسخه من الكنترولر اللي انا صنعتها في هذه الاماكن، تمام، يعني حتى اختصر الوقت، او لا والله راح تكون هي مختلفه اصلا. تمام، خلينا نفتح تاجات البي اتش بي، ننزل للاسفل، خلينا احنا نكتبها name space app slash http. هذا ممكن اخذه منها عفوا، ايه هذا، تمام، namespace app slash http slash controllers، تمام، slash هي موجودة فين؟ هذا المسار طبعا في فولدر الـ API، فلازم أذكر الـ API. جميل، هذا أول شيء. ثاني شيء نحتاج للـ HTTP request، خلينا نشوف إذا هنا موجود عندنا HTTP request، هذا موجود، copy. نيجي نقول له عزيزي استخدم الـ HTTP request use illuminate HTTP و slash request. كذلك نحتاج الكنترولر نعرف انه هذا الفايل اللي هو البيس كنترولر هو كنترولر، تمام، احنا سميناها بس لكن لازم اللارافل يتعامل معها على اساس الكنترولر، فنحتاج هذا. فنيجي نقول له عزيزي يوز اب اتش تي تي بي كنترولرز كنترولر ك كون ككنترولر، تمام. بعد ذلك اجي اصنع كلاس الكنترولر، فاجي اقول له هنا أنا كلاس ديفينيشن، كلاس نيم، اسم الكلاس هو بوك، تمام، عفوا بيز سوري، اسم الكلاس هو بيز كنترولر، ممكن اخذ منه أنا النيم. اوكي، اكستند، لاحظ انذر كنترولر امبلمنت انذر انترفيس، احنا ما عندنا انترفيس بس، لكن اكستند هو بيشتق من من؟ بيشتق من الكنترولر. جميل جدا، زين. هسه نحتاج الى شو؟ نحتاج الى انه نحن نعمل فانكشن، هذا الفانكشن فائدته انه يرسل الاجابه ريسبونس. public function send، طبعا الفانكشن دائما الاول حرف لها لازم يكون small. send response يعني اسماء دائما تبدا بالسمول. send response ارسل الجواب، هذا يرسلها جواب لمن؟ للمستخدمين. طيب ماذا يرسل لهم اياه؟ اكيد النتيجه result، راح اعمل متغير اسمه result اللي، وايضا المسج في حاله الخطا، مثلا في حاله حصل خطا معين مفروض انه احنا نرسل لليوزر رساله الخطا. طيب بالنسبه للريسبونس راح اجي اعمل متغير اسمه ريسبونس، تمام، وهذا راح يكون عباره عن array يحتوي على مجموعه اشياء. اول شيء راح يحتوي على ماذا؟ في حاله اذا كان اوكي، في حاله اذا كان نجحت العمليه success اللي هو راح يكون associative array اللي هو يحتوي على key and value، هذا array الداخل يكون associative array، هذا key and value، value مالته راح يكون true في حالة نجاحها. عندنا أيضا data اللي راح يكون ما هو result النتيجة فارزة، وعندنا أيضا المسج
اللي راح يكون دولار مسج، تمام؟ هذا بهذا الشكل بدون مسافات. هذا أول شيء. هذا الفانكشن يعمل لي return response، هو يرجع لي response كجيسون. أها. return response هو فانكشن يرجع لي على شكل جيسون. عفواً. هذا راح يكون response، سواء كان هذا response طبعاً 200. أوكي، هذا ال HTTP status شرحناه في فيديو السابقة. رجع لي response إذا كان succeed، إذا كان data، إذا كان message. أوكي، زين. إحنا نحتاج أيضاً إنه نعمل function آخر. هذا function وظيفته يعطي ال error، هذا لما ينجح. طيب لما يعطي error نقدر نأخذ هذا copy نعمل paste send error، تمام؟ هذا الايرور راح يكون ايرور متغير و ايرور مسج، نوع الايرور وايرور مسج. وهذا الايرور مسج هو عباره عن array فارغ، وايضا لازم نعرف له الكود ستيتس، حاله الكود 040 اللي هو page not found، تمام؟ اوكي. طيب هنا الريسبونس نفس الشيء، السكسيد هنا انت عندك فولس، فشل في عمليه النجاح. مسج هنا راح يكون من، راح يكون الايرور، تمام؟ فاذا كان عندك على سبيل المثال اف اذا كان عندك not empty، اوكي، not empty منو الايرور، اذا لم يكن الاري فارغ معناته انه في عندك ايرور اصلا، صح؟ زين، ايش راح تعمل؟ مفروض من عندك انه انت تجي هنا response اللي هو associative array، تاخذ الداتا اللي هو الكي، لاحظ اللي هو راح يعطيك الريزلت، تمام؟ وراح يكون لك يساوي لك من الايرور مسج، تمام؟ فايزة. طبعا هذا هم array ممكن تعمل جمع error messages. اوكي، هذا if error messages بهذه الصورة، او ترجع response json لresponse زائدا من الكود. اوكي، واعمل له save. هذا الفانكشن اللي هو هذا الكنترول اللي هو base control، فكرتها انه في حالة النجاح يشتغل هذا، في حالة الفشل يشتغل هذا، تمام؟ ليش نضيفها في كل كنترولر؟ ممكن احنا نعمل كنترولر واحد بيس ونرثها من بقية الكنترولرات. يعني انت ممكن يكون عندك كنترولر بوك، يعني فكرة البيس كنترول انه انت ممكن راح يكون عندك كنترول بوك، ممكن يكون عندك كنترول يوزر والى اخره من امور، صح؟ ممكن يكون عندك في داخل هذا الابي اي 5-6 كنترولرات وكلها فيها حالة النجاح وحالة الفشل. ليش كل واحدة من عندهم تذكر الايرور والسكسيد؟ ليش كل مره كل واحد من عندهم تعمل له فانكشن خاص للايرور، فانكشن خاص لعمليه النجاح؟ اعمل واحده وخلاص، هذا كل مره تسترده في داخل الكنترولات الباقيه. فاذا احنا هنا نكون خلصنا الكنترولر البيس كنترولر، يبقى انا فقط نعمل كنترولر خاص للكتاب. طبعا انا الان انظف الكود من المسافات، تمام؟ هذا بالنسبة لهذا، اتأكد من الكود، اتأكد كتابة الكود مهمة جدا. طيب هنا نفس الحالة، ترتيب اوكي بهذه الصورة، وهذا نهاية الكلاس. خلونا نوقف هنا، هذا راح نعمل له سيف، نوقف هنا وننتقل لموضوع الكنترولر للبوك، بوك كنترولر، بس هذا راح نعمله بالدرس القادم. مع السلامة.